بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب اعزائي الصف الثاني الاعدادي، ويلا بينا مع بعض نبدا حل التيست. اول سؤال بيجي لنا في الامتحان سؤال listen and choose. ما تستناش المستر يجي يسمعك التكست بتاعك، لا، ابدا اقرا الجمل كويس جدا عشان تبقى عارف التيست اللي هتسمعه يكون عن ايه، التكست اللي هتسمعه يكون عن ايه. تمام، ونبدا على طول بسؤال الديالوج. سؤال الديالوج الشباب، complete the following dialogue ما بين امير ما بين صلاح. امير happy to meet you here. صلاح سعيد جدا ان انا شفتك هنا يا صلاح. meet to امير، is it your first a؟ استنى الاجابه تحتيها no، it's my third visit، انها الزياره الثالثه. يبقى هل هذه الزياره الاولى؟ is it your first visit؟ هيسأل قال له do you come here؟ قال له to buy. من قبل ما اكمل to والمصدر لكي اشتري، يبقى السؤال بكلمه why. why do you come here؟ to buy some books and dictionary، عشان اشتري بعض الكتب وقاموس. how long؟ how long not you stay؟ قال له تحت ايه؟ I will stay. يبقى how long ايه؟ how long will you stay؟ how long will you stay؟ How long will you stay in Cairo? I will stay. How long كام المدة؟ والإجابة 4 والمدة، يبقى 4 weeks. That's fine. You can stay with me. Thanks. You are so kind. أو so gentle. تاني سؤال، سؤال القطعة شباب، بتقرأ الأسئلة الأول قبل ما بتقرأ القطعة. What is paper money called in Egypt? العملة اللي بتستخدم كفلوس كان اسمها إيه في مصر؟ Can a child earn money؟ ممكن الطفل يكسب فلوس؟ Where can you save money؟ تقدر تشيل الفلوس فين؟ أنا قريت أهم حاجة الأسئلة الأنسر. أبدأ بقى أقرأ القطعة. أنا استنتجت من الأسئلة إن هي القطعة بتتكلم عن الماني، وده حقيقة. Money helps us. الماني بيساعدنا. Buy things، نشتري حاجات. We need and want، حاجات إحنا عايزينها ومحتاجينها. People، الناس. Earn money by working at all different kinds of jobs. الناس بتكسب الفلوس عن طريق شغلها في أنواع كتير من الشغل، يعني بتشتغلوا كذا شغلانة. الناس بتجيب الفلوس بعد لما بتشتغل. You can earn money even if you are a child. انت ممكن تكسب فلوس حتى وانت طفل. If you have money، لو انت معاك فلوس. You can use it for many things، تقدر تستخدمها في حاجات كتير. You can buy four things from supermarkets، بتقدر تشتري الحاجات من السوبر ماركت. You can save it in the bank، ممكن توفرها او تشيلها في البنك. Paper money، paper money الفلوس is also called bounce، باسمها جنيهات. The numbers on the paper، الارقام اللي على الفلوس، tell how many pound it is worth. الرقم اللي على الفلوس ده بيقول لنا اللي هي المبلغ ده بيستحق قد ايه، او هو يعني بتقول لنا المبلغ كام. If it has a one on it، لو فيها one يعني واحد بس، it's a one pound bill، هيبقى ده اسمه جنيه واحد. Coins، العملات، are made from different kinds of metal، مصنوعة من أنواع مختلفة من المعدن. Some people، بعض الناس، prefer paper money، بتفضل فلوس الورق، to coins عن العملات، because coins are heavy، لأن العملات تقيلة، and need more space than coins، لأن العملات تقيلة وبتشغل حيز من الفراغ عن البيبر. هنا في غلطة، المفروض بيبر مش كوينز. طبعا what is paper money called؟ اكيد عرفتوا الاجابة. can a child earn money؟ اكيد الاجابة بيس او نو. where can you save money؟ طبعا عارفين الاجابة يا شباب. ابدأ حل، انا قريت لك قطعة، حل يا شباب، سهلتها عليك. coins are made of different kind of a، مصنوع من ايه؟ some people don't prefer ايه؟ the on the paper على الفلوس، till how many pound بتقول لنا المبلغ ده كام؟ طبعا بين اول الاجابات. choose the correct answer. when you arrive at the temple، لما بتزور المعبد. الكلمة الصيادة، catch your word، كلام مستر محمد ابراهيم. كلمة temple، معبد. ruins، بقايا، اثار، ما ينفعش تلمسها.
بترا في الأردن to around 300 BCE يرجع تاريخها إلى dates green green و helps environment green إيه energy. مجدي يعقوب helps children help الشخص with الشيء with heart problems. Ali has to put away put his toys away. كلمات شباب واخدين قوي على حلها. Her handwriting handwriting من قبل ما كمل. She has to learn calligraphy فن الخط. His school is in the country near railway line. He shouted at his mother mustn't. There is important and important. إجابات كلها بسيطة شباب. كلمة صيادة كلام مستر محمد إبراهيم. Catch the word. There is an important football match. You don't will mother أكيد have to travel. When his mother died, he looked after اعتنى بإخواته. يعقوب was born. While I was playing, I saw. This chair is the more comfortable than you must listen to your teacher. وبكده هنكون خلصنا الامتحان عليكم. Work write a paragraph about a school trip you went on yesterday. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت قلنا مرتين, قلناه كايميل وقلناه كباراجراف. ده عليكم work يا شباب. Goodbye.